بعد أن تمكنت من تدوين اسمها في تاريخ البطولات من خلال حصد الميداليات والمراكز المتقدمة في رفع الأثقال داخل وخارج السعودية، وبعد أكثر من 7 سنوات من الخبرة في مجال الرياضة والتدريب، حققت السعودية خديجة المؤمن أحلامها في تدريب الشابات السعوديات على هذه الرياضة. وتحدثت خديجة: لقد شاركت في أول بطولة رفع أثقال أقيمت في السعودية عام 21 وحققت المركز الأول، ثم شاركت في عدة بطولات منها بطولة البحرين وحصلت على المركز الرابع فيها.